فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تكبيرات الانتقال تقال في أثناء حركة الانتقال أو بعد الانتهاء منه؟ أصلها أنها وقت الانتقال، وإذا نسي أو كملها بعد ما انتقل فلا بأس، لأن هذا يغتفر، يكثر وقوعه فيغتفر، لكن يحرص على أن يكون أثناء الانتقال من ركن إلى ركن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.